بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض في النمبر ثيوري شابتر 2.2 اللي هو بيتكلم عن الديفيجن الجوريزم طريقه القسمه اللي احنا واخدينها زمان خالص. اوكي عندي فيها نظريه وكورلر عليها وهنبدا نشوف المسائل. موضوع ظريف جدا، موضوع جميل هتستمتعوا بيه. لو انت عندك اول حاجه سيرم 2 بتقول لنا كده، لو انت عندك الاي والبي بيلونج تو زد، يعني ايه اي وبي في زد؟ يعني الـ A والـ B are two integers، أعداد صحيحة. حلو، طب حط شرط على الـ B بحيث إن الـ B يكون أكبر من الزيرو. ده كده أول فيجن للنظرية. الـ B موجبة أكبر من الزيرو موجبة، يعني عندك عددين A و B عددين صحيحين are two integers، الـ B منهم موجب. حلو، قال لك بيوجد there exist two integers Q و R such that، بحيث إيه؟ إن الـ A بتساوي الـ Q في الـ B زائد الـ R، بحيث ان الار يكون اقل من البي ويكون اكبر من او يساوي زيرو. يعني ممكن الار يبقى بزيرو لكن بيساوي لا. حلو، طب بنسمي دوت ايه؟ ها الكيو بنسميه ايه يا جماعه؟ الكوشنت، خارج القسمه كوشنت. والار بنسميه الريمندر، اللي انت كنت بتعملها في ثالثه ابتدائي ورابعه ابتدائي اهي، ونقول لك اكتب الار. مثلا خد مساله اهي، لو قلنا لك 13 مثلا يعني على الخمسه، ها 13 على 5 فيها كام؟ 2، 2 في 5 ب 10، الريميندر 3 اهي. يعني نقدر نقول ايه؟ ها ال 13 اهي، ده هي دي الايه؟ بتساوي 2 في 5، ال 5 هي دي البي اللي بتقسم عليها، يبقى ال 5 هي البي اهي، ال 5 البي اهي، في 2 اللي هي كيو، 2 في 5 زائد ال 3 اللي هو الريميندر، فعلا 2 في 5 ب 10 و 3 ب 13، ادي الايه؟ وادي البي اهي، وادي الار. دايما الار اقل من الخمسه، اقل من البي، واضح؟ دايما الثلاثه واضحه اهي. يعني خد مثلا، 17، اي رقم، خد اي رقم 17 16 اي حاجه 16 ماشي، ده مين؟ ده الايه. وخد البي مثلا، خد البي مثلا ثلاثه يلا نقسم 16 اهي، 16 على 3 ها، 3 في 5 ب 15، يبقى هنا فيها ال 5 مثلا و 15 الريميندر 1. يعني ايه؟ يعني ال 16 بتساوي، خلاص ال 16 تساوي اهي نفس اللي انت كنت بتعمله زمان، موضوع ما يخوفش، موضوع جميل جدا. هيبقى هنا ال 16 اهي بتساوي كام؟ انت بتقسمها 5، يبقى هنا 3 في 5، 3 في 5 ده هنا بتقسم على 3 يبقى 3 في 5 زائد البي 1 ماشي. انت بتقسم على 3 يبقى البي، يعني يا ريت حتى اكتبها كده، خليها 5 في 3، خليها 5 في 3 عشان ايه؟ نبقى ماشيين زي النظريه. انت بتقسم على 3 يبقى هو ده البي، وهنا دي ال 5 ده الكيو، ده الكيو ودوت البي ودوت الار. لاحظ الار اقل من ده، يبقى لما بتقسم على 3 خلي بالك بيجي لك لازم الريميندر يا 0 يا 1 يا 2 بس. اوكي طيب تعال هل الفيرجن اللي بعد كده بقى اجمل من كده قوي، طوروا النظريه دي. احنا هنا النظريه دي بيقول لك ان البي مالها موجبه، البي مالها موجبه. طيب بص قال لك ايه بقى؟ لا قال لك حاجه حلوه قوي، قال لك انا ممكن اخلي البي كمان مش حكايه موجبه، سالبه كمان، بس اهم حاجه مش بزيرو. واحنا خدنا زمان الاسم على الزيرو ما تنفعش. جت الفيرجن ده اللي هو الايه؟ الكورولاري. قال لك لا، قال لك ايه ده؟ قال لك ايه حته البي اكبر من زيرو؟ اثبتوها كمان لو البي، لو البي مش بوزيتيف ولو نيجاتيف ماشيه صح، بس بشرط الاي والبي في الزد، البي بقى مش بزيرو، شوف ده خليها تاخد ارقام سلبه كمان. وبيوجد برضو بيوجد كيو ار بحيث ان كيو في البي ده ار، بس الار بقى اقل من مدرس البي، ماشي مفيش مشكله. خدوا مثلا ارقام اهي، لو اخذنا مثلا البي بناقص 7 خليناها بالناقص، وخدنا الاي بواحد يلا، وخدنا المره الاي بواحد وبناقص 2 و61 وماينس كام؟ 59. لو الاي بواحد، بصوا الواحد صفر اهو، الكيوب صفر، في ناقص كام؟ 7 بقى 0 بقت 1، يبقى الار بكام؟ اهو يبقى الار بواحد، اقل من المدرس بتاع مين؟ البي. طب لو خدنا دي ناقص 2، طب بصوا هتلاقيها ماشيه صح اهي، ناقص 2، 1 في ناقص 7 ناقص 7، ناقص 7 في 5 ناقص 2 صح. هتلاحظ ان الخمسه اقل من القيمه المطلقه لمين؟ للسبعه. خلاص وهكذا. طيب مثلا لو خدنا دي 61 هيبقى 61 هتساوي ماينس 8 في ناقص 7 اللي كام؟ 56 صح مش كده برضه؟
بوستيف 56 و 5 61 صح وهكذا لو ناقص 59 ماشي اهي على الناي على الناقص 7 يعني هنلاقيها 9 في ناقص 7 زائد 4 صح ده ده في ده هيعمل 60 كام 60 كام 3 63 بالناقص زائد 4 تبقى كام تبقى ماينس 59 بس لان دي ماينس 58 63. ودي قلت له اعملها لكم بطريقه القسمه العاديه لما يكون بالناقص امشي عادي بس بتاخد اللي بعديه على طول يعني عشان تعرفها بالاسم عشان تعرف ازاي جت التسعه دي. فهنا طبعا لما البوزيتيف العاديه اهي بتاعت 61 اهي بتاعت البوزيتيف اعملها عادي وبعد كده احط الناقص مفيش مشكله اوكي يعني مش هنقعد نضيع وقت في الحاجات دي. في بقى مساله حلوه جدا 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 قبل ما نخش في المساله دي لازم نعرف حاجه جميله قوي حاجه بسيطه وجميله ايه هي لما بتقسم على 2 لما بتقسم على 2 الريميندر يجي لك يا زيرو يا واحد يعني واحنا قاعدين مع بعض كده واحنا قاعدين قاعده حلوه كده مع بعض طب حط رقم في دماغك مش عليه حطيت رقم في دماغك طيب اي رقم كلكم كده كل واحد فيكم كده حط لي رقم في دماغه يقسموا على 2 الريميندر يا زيرو يا واحد تعال نشوف اختار كده مجموعه ارقام اي مجموعه ارقام 20 مثلا مثلا 17 13 اختار اي رقم اي رقم انا مش هتدخل اختار 9 ها اختار مثلا 10 اختار 12 اي ارقام اقسم بقى على 2 كده شوف ايه اللي هيحصل يلا بينا لعبه صغيره هنلعب لعبه صغيره بس انا هفهمك بطريق اللعب عن طريق لعبه صغيره ماشي يبقى بص كده معايا 9 اهي تقسيم 2 4 4 في 2 ب 8 الريميندر كام 1 يبقى تمام حلو طب 20 تقسيم 2 10 10 في 2 20 الريميندر 0 بص هنا الريميندر 1 هنا الريميندر كام 0 خد ال 17 اهي 17 تقسيم 2 ها 8 8 في 2 16 الريميندر كام 1 13 اختار اي رقم هنا 10 هي 10 مثلا اهي 10 تقسيم 2 5 5 في 2 ب 10 الريميندر كام 0 شوف يا الريميندر يا 0 يا 1 يا 0 يا 0 يا 1 انا قاعد وسايبك يا فكر هات لي اي رقم في الدنيا 1100 5 6 27 يعني اختار اي رقم واقسم على 2 يا ريمندر يا زيرو 1 يعني ايه؟ يعني ال 10 ال 20 اهي ال 20 بتساوي ماشي 2 ال 2 تضرب تقسم عليه في 10 او 10 في 2 يعني يعني تقسم على 2 يبقى ماشي يبقى 2 في سم نمبر اللي هو 10 زائد الريمندر زيرو اسمها بيقبل على 2 يبقى ال 20 بتساوي 2 في رقم اهو يبقى بيقبل ال 17 اهي ال 17 ال 17 بتساوي 8 في 2 يعني 2 في سم نمبر اسمه 8 زائد الريميندر 1 لاحظ الريميندر 1 اقل من مين من اللي بتقسم عليه البي ماشي خلاص يبقى بتقسم على 2 يبقى 2 في رقم او كي في 2 2 في كي او 2 في رقم زائد 1 ال 20 هي 2 في رقم زائد 1 زائد 0 اي رقم في الدنيا 12 ها 12 اهي 12 هتبقى 2 في 6 زائد 0 مفيش ريميندر هنا ال 10 2 في 5 ال 10 ال 10 بتساوي 2 في 5 زائد 0 بص لما بتحط هنا 2 يبقى الريميندر يا 0 يا 1 على طول يعني ما امسك التسعة اهي التسعة اهي التسعة بتساوي 2 في 4 زائد 1 اهو الواحد هو مين الريميندر يبقى لما بتحط هنا 2 يبقى الريميندر يا 0 يبقى الريميندر يا 0 يا 1 نفهم بقى منها حاجه جميله وهنتفق مع بعض اتفاقيه احنا مع بعض اتفاقيه جميله قوي 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 ايه هي اي رقم يا اما ايفن او اود ايفن يعني الريميندر 0 اود يعني الريميندر 1 يعني الكلام ده ايه بقى بص معايا يعني اي عدد في الدنيا اهو عشان عايزين نتفق اتفاقيات جميلة اي عدد في الدنيا لما تقول لي كده اي عدد اختار اي عدد ايه ها لو قلت 2 كي يبقى صح يعني 2 كي زائد 0 او العدد ايه بيساوي 2 كي زائد 1 لو حطيت هنا 2 امشي بقى 0 زائد 1
طب واحد يقول لي طب لو حطيت هنا 3، لو قلت ايه بتساوي 3 كي، حلو، يبقى ممكن الايه 3 كي يعني بيقبل على الثلاثة، او يبقى بيساوي 3 كي زائد 1 يجيب ريميندر 1، او بيساوي 3 كي زائد 2 وتقف بس خلاص. يبقى يا اما لو بدات حطيت هنا 3 يبقى 3 كي معناها ديفيزبل باي كي، قصدي ديفيزبل باي 3، هنا بيقبل على الثلاثة بس ريميندر 1، هنا بيقبل على الثلاثة ويجيب ريميندر كام؟ 2. ودي احنا قاعدين مع بعض، اختار اي رقم واقسمه على الثلاثة، اقسمه على الثلاثة خلاص، هات اي رقم واقسمه لي على الثلاثة خلاص. الريميندر يا اما 0 يعني بيقبل، يا اما يجيب ريميندر 1 يا اما يجيب ريميندر 2 بس خلصت. طيب واحد يقول لي طب افرض انا قلت كده، قلت افرض قلت كده ايه بتساوي مثلا 4 كي، يبقى ها يبقى العدد التاني ممكن يبقى ايه؟ ها 4 كي زائد 1 ها، او ايه بتساوي 4 كي زائد 2 ها، او ايه بتساوي 4 كي زائد 3، تقف تقف اقل قبل ده على طول. يبقى بالنسبه للقسم على 4 0 يعني ما بيقبل، الريميندر 0 يعني ديفيزبل بيقبل القسم على 4، برضه نفس القصه وانت قاعد كده بتشرب كوبايه الشاي حط في دماغك اي رقم اقسمه على 4 يقبل، اه 16 على 4 4، 20 على 4 5 ريميندر 0، وهكذا. خد رقم تاني واقسم على 4 يجي لك ريميندر 0 او 1 او 2 او 3. طب لو حطينا هنا 5 ها، يلا لو حطينا هنا 5 يبقى ايه؟ ها هتبقى الايه بتساوي 5 كي، يبقى بيقبل على 5، او ايه بتساوي 5 كي زائد 1 ها، او العدد اي عدد في الدنيا ادي عدد صحيح، يبقى 5 كي زائد مين ها؟ 5 كي زائد 2 ها، او 5 كي زائد 3، او 5 كي زائد 4، ستوب لازم اقلل ده بواحد خلاص. يبقى اي عدد صحيح بالنسبه للقسم على 5، 5 كي يعني بيقبل، كلمه 5 كي ديفيزبل على طول، 5 كي معناها ريميندر 0 وهكذا. ماشي فهمتوا الفكره؟ ده اللي احنا عايزين نفهمه في هذا الجزء. ماشي يا ابطال؟ يبقى لو قلنا هنا 5 كي معناها ديفيزبل باي 5، عدد ايه بيساوي 5 كي يعني هذا العدد ايه يقبل القسمة على 5 بدون باء لان الريميندر 0. طب لو قلنا 5 كي زائد 1 يبقى بيقبل القسمة على 5 بالباقي 1، هنا يبقى الباقي 2، هنا يبقى الباقي 3 4 وقف خلاص. لو حاطين هنا 6 يبقى نمشي 1 2 3 4 5 ونقف، 7 يبقى لغايه 6 ونقف وهكذا. اوكي عشان المره الجايه هنخش في اول مثال، في اول مثال على هذا الموضوع اللي هو ايه شو ذات ان هذا العدد is an integer يعني يقبل القسمة على 3 خلاص. دي هنبدا فيها المحاضره الجايه على طول، نرجو انكم فهمنا الكلام ده كويس وتبقى امورنا تمام، والمحاضره الجايه على طول هنبدا في المساله ديت المثال، اول مثال في هذا الكلام. اوكي الله يعطيكم العافيه.